ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية، على من أنفق من بعده وقاتل. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نوعان: فضائل عامة وفضائل خاصة. المؤلف رحمه الله بدأ بذكر الفضائل الخاصة، فبدأ بذكر الفضائل العامة التي يشترك فيها مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولاً، أعم ما جاء في فضل الصحابة قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا أعم ما جاء في القرآن من فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فوعد الله تعالى هؤلاء بهذا الفضل العظيم والأجر الكبير، وهذا من أوسع ما جاء من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي يشمل مجموعهم. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك قوله: لا تسبوا أصحابي، فإنه بيّن منزلتهم وعظيم مكانتهم، حيث قال: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً، أي أنفق من الذهب بوزن جبل أحد العظيم الذي في شمال المدينة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تدرون ما هو المد؟ المد ملء اليدين المتوسطتين، يعني أنت لو كان عندك مثل أحد ذهب وأنفقته لله تبتغي وجه الله وثبت الأجر لك، فأجر هذا الكم الكبير من الذهب لا يبلغ قدر ما ينفقه صحابي ملء يديه من الذهب أو نصيفه نصف المد، وهو ملء يد واحدة. وهذا يبين إيش؟ عظيم ما معهم من الإيمان والإخلاص والصدق وعظيم الرغبة، لأن المفاضلة ليست في الكمية، بالنظر إلى الكمية أيهما أكثر، ملء اليدين أو جبل أحد؟ أيهما أكثر؟ ملء اليدين ذهباً أو جبل أحد ذهباً؟ جبل أحد ذهباً من جهة الكمية، لكن ثمة أمر وراء الكميات، وهو ما في القلب من الإخلاص والإيمان. ليس في قلب أحد من الناس كما في قلوب الصحابة من الإيمان واليقين والإحسان وتقوى العزيز الغفار جل في علاه. ولهذا سبقوا غيرهم رضي الله تعالى عنهم، وصفهم الله بالسابقين، ليس سبقا زمنيا فقط، بل سبقا زمنيا وسبقا عمليا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم هناك فضائل خاصة بعد هذه الفضائل العامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكر رحمه الله كفضيلة من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد الفتح وقاتل. فإن الله تعالى قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالله أولاً نفى المساواة، ثم بيّن الفضيلة إثباتاً للذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح، وهذا يدل على تقدمهم، وهو فضل لمجموع من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لكن هذا لا يعني نزول من بعدهم في الرتبة والمكان نزولاً لا يثبت لهم فضلاً، بل قال جل وعلا: وكلاً وعد الله الحسنى. اللهم اجعلنا من أهل الحسنى يا رب العالمين، الحسنى هي الجنة. وكلاً وعد الله الحسنى من فضله وكرمه سبحانه وبحمده. ففضل الله عز وجل من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية، على من أنفق من بعد الفتح وقاتل. كما أن فضيلة المهاجرين أرجح من فضيلة الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ولذلك يقول: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. وذلك أنهم جمعوا
الإيمان ومزيد عمل على الأنصار، وهو مفارقة الأوطان والأموال والأهل نصرة لله ورسوله، فجمعوا النصرة والهجرة. وأما الأنصار فهم أنصار فقط دون هجرة، لأنهم في أماكنهم ومنازلهم رضي الله تعالى عن جميعهم. ولذلك إذا ذكر المهاجرون والأنصار يقدم الله تعالى في الذكر من؟ يقدم الله في الذكر المهاجرين على الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا فضل من الله لهؤلاء الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا دينه في تلك الكربة والشدة، حيث اطلع الله تعالى على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شافعا لحاطب بن أبي بلتعة على عظيم ما وقع منه رضي الله تعالى عنه. لكن فضل الله السابق أسقط عنه ما كان من اجتهاد في غير محله رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كاتب المشركين عام الفتح بأن محمداً قادم قال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، حيث كاتب المشركين بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر حاطب باعتذار قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيضا من الفضائل العامة فضائل من بايع تحت الشجرة، وهم أهل الحديبية، وكانوا 1400 كما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه ومن عدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم، هذه الفضائل العامة لمجموعات من الصحابة، فضل عام لكلهم، فضل عام لمن آمن قبل الفتح على من آمن بعد الفتح وقاتل، فضل عام للمهاجرين على الأنصار، فضل عام لأهل بدر على غيرهم، فضل عام لمن بايع تحت الشجرة على غيرهم.